رحب مجلس الأمن بنتائج مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الذي اختتم أعماله في 25 من الشهر الجاري. وقال رئيس المجلس الحالي الأمير زيد الحسين أن أعضاء المجلس عازمون على اتخاذ إجراءات عقابية ضد مفسدي المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في عملية التحول السياسي في اليمن. في إجراء يشبه حماية مخرجات الحوار الوطني في اليمن الذي أنهى جلساته منذ 4 أيام، يعد مجلس الأمن مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على أنصار نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح المتهمين بعرقلة مواصلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد. القرار المزمع تطبيقه أعلن عنه الأمير زيد الحسن سفير الأردن الذي يترأس مجلس الأمن لهذا الشهر، حيث أشار إلى أن الدول الأعضاء 15 مستعدة للتحرك ضد من يقاودون العملية الديمقراطية في اليمن. إلى ذلك قال مقربون من النظام السابق إن بعض العواصم الغربية ترغب في أن يطال مشروع القرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالاسم. من جهته أشاد الممثل الخاص للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر بالنجاح الملموس الذي حققه الحوار الوطني، لافتا إلى أن ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد في دول الربيع العربي يتوصل إلى مرحلة انتقالية عبر الحوار. وشدد بن عمر على دعم العالم بأسره لليمن وعملية التحول السياسي التي يمر بها، مؤكدا في الوقت نفسه أن مجلس الأمن غير منقسم حول المرحلة الانتقالية في صنعاء كما يروج البعض. يأتي هذا في ما اعتبر الممثل الأممي أن قيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي القوية أدت إلى نجاح مؤتمر الحوار الوطني، مشيدا أيضا بالدور المحوري الذي لعبته دول مجلس التعاون الخليجي منذ تنحي صالح وحتى الوقت الراهن.